درت اون شونسون على الحراقه هذه اللي نعالج فيها الظواهر هذه كيفاش سميتها لي كاميكاس على البحر باسكو فريمون سي دو سويسيد وشا وي صرا هكا صح وحاجه اللي نقولها الله يحسن له ان شاء الله. اكزاكتومون مشو زاهي انت ما غنيتش على الحرقه بصح يعني لو سوجي يقيسك بزاف او طونك ارتيست او طونك هيما او طونك الجيريان واش يعني رايك في هذا لو سوجي؟ نورمالمون سوجي شباب بصح واش نقول لك انا الناس هذو اللي راهم يحرقوا ماشي باش يحرق ما يقمرش يروح يقيس روحه في البحر ولا حاجه وشنو يعرف كاش يروح باسكو على البحر واعر وانا نسمع كل يوم وخاصة واحد الوقت رانا فيه الناس حابة قاعدة تروح لوروب خاصة الليجان انا يحسن عاونهم الليجان باسكو الله غالب كثر الشوماج كثر الخدمة ما كانش وشنو كي يروح لوروب يروح لوروب بطريقة تاع يعني كي ينظم روحه ما يروحش يقيس روحه في البحر يقول لك انا حراق حاجة صعيبة بزاف فهمتي انت سافرت ديجا في بابور ما جاتكش يعني في صغرك ولا اسمحي لي انا ضد هذا الشيء على كل حال بصح راني مع ليجان هذا انا واحد كي ما يلقاش الخدمه هنا نقول له ما تروحش تقتل روحك يروح بطريقه نظام هذا مكان باسكو لوروب واعره ولوروب كان ما تروحش بحاجه ميتي في يدك ما يستقبلوكش وحده فهمتي بلادنا هنايا كيما يقول لك تصرعيبنا ورانا في بلادنا وان شاء الله ربي يجيب الخير. زي شريتي معنا انا نهضر على لي جون ومعنا جوستمون عندنا زوج حرقوا وعاشوا اللحظه تاع الحرقه. مرحبا بكم مساء الخير عليكم. معنا احمد ومروان. لو كانت لخصونا شويه واش عشتوا وعلاش ثاني حرقتوا يعني وشو السبب اللي خلاكم هكا تريسكيو بحياتكم وتخليوا العائله ديالكم؟ مروان. حرقنا انا وصاحبي في 2013 تحكمنا في وسط البحر كان معنا واحد مينر عيط لوالديه مشينا واحد قريب 70 ساعة طحنا الموتير اون بان في اللارج سوفرونس بصح سييت انا في 2014 وصيت قتلي عندي 3 شهور برك ملي عاودوها بطوني. كيفاش عاد تهبط لبلادك؟ درت ديقال تما. واش درت؟ درت كاسيت حانوت تاع النوادر انا وصحابي وحكمونا وبعتونا. على عليك الله غالب. احمد انت تاني حرقت؟ حرقت مسران. ايه؟ قالت لي واحد صاحبي قال لك واحد ويجي مسران نفس العام هذا الواحد طلعت انا وثلاثه صحابي رحنا في 13 في واحد ماشي بابور بلوكه صغيره صاحبي كنت بان لي حرقه راح ما نحبش كان يبان لي واحد هكا ولا غرق. شكون الابي يعني وشو هو الراي ديالك على هذه الحكايه ديالهم؟ انا حاجه يعني نقول لك سي شوكون الانسان لازم يدير روحه كيما نقول ما يكونش اناني يدير روحه في بلاصتهم ما يدير روحو في بلاصه انسان بدا اسبوار كاع باسكو انا في لا شونسون تاعي نقول لي كاميكاس تاع البحر راهم داروا كونترا مع القبر والقلب ولا اونتي بار مصدمو في وسط البحر القلب يخبط مشوكي كي تفكر يماه ينضر طيح له هذيك الدمعه مي بصح سي ترو طار امبوسيبل يولي ما راهوش راك في كار الغربه بنت المحنه تشعل في القلوب النار ما تروح دير تاويل ما تاعي تولي للدار ولا اخرتها موت روحوا لمولانا القهار يعني يحليل هما تاني الانسان برك يدير سيرت ريفلكس في مخه ويقول انا رايح فان سويسيد كيما قال زهي يعني كاك سمعت دركا بحكايتهم واش نقول لك انا يحسن عاونهم انا ماشي غير هذو انا بزاف ناس مساكن راني نشوف الدنيا راهو كاتلهم الزول الفراك والدخان ما عندوش باش يشريه واش يخمم مخلوق يخمم هذا ماشي يعني سبب باش يروح يريسكي ياكلوا الحوت لا الا غالب هذه هي بصح كاين قلت لك كاين نظام في هذه الحياه هذه الانسان لازم ينظم روحه باش انا نحرق كما يقول لك نروح نموت في البحر ما نقدرش نحرق في البحر ننظم روحي نشوف ناس يعاونوني نشوف هكا هاي ايوا مروان الفيزا اوكي فاش تجيب فيزا يا حفي يمك فهميني فيزا في البلاد هذيك فاش يعطوها لك فيزا مثلا باش يروح يحوس يعني كل مواطن عنده حق باش يروح يسافر ما كاش ما يعطوكش فيزا ما يعطوكش فيزا تعاود تولي لبلادك ما يعطوكش فيزا ما يعطوكش فيزا باسكو علاه انا ضد هذا الشيء انا نورمالمون كان جيت مسؤول في هذا البلاد نخلي لي جان تاعي كاع يروحوا لوروب يخدموا وما يموت في الطريق ولا يموت بالجوع يموت في البحر سهلوا لهم